بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن نقارب بفضل الله وبركاته الآية 19 من سورة الأنفال. ايش يقول مولانا؟ إن تستفتعوا أي طالبين الفتح أي النصر، كنت دائما في المدينة تقولوا لأعدائكم يا معشر المنافقين من يهود ومن كرب، كنت تطلب من الله أن ينصركم على أعدائكم. هوجا الوقت اللي ظهر به النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم اللي هو مش يقودكم لو آمنتم واتبعتم شخصه الكريم عليه الصلاة والتسليم فيكون لكم النصر، لأن أنتم مضى وقت كبير تستناو الإنسان اللي مشي سأل لكم طريقة النصر، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. ما فماش نبي آخر كان منصور من لدن الله، ومنصور من آمن به واتبعه وأطاعه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أو جاءك فرصة، وإن تنتهوا فهو خير لكم، انتهوا في نفاقكم وكذبكم وقلب لكم الحقائق أو خضرية صائنة كذ فروعها فروعهم هم من أهل الكذب والعدوان. وإن تنتهوا تقلعون عن نفاقكم وكذبكم فهو خير لكم، سير بون سونتي دالله. وان تعودوا افو ربروس الشما افو رتورني اوكا دو فيفي مونتور اوكا ديبوكريت سال ديبوكريت. وان تعودوا نعود سادير ديو فابو lorsque vous revenez à l'état antérieur, Dieu va revenir par sa colère, son courroux et les sanctions divines. « Wa anta oudou na'oud wa lan tughni ankum fi'atukum shay » Le jamal, ton coalition, a dit « Mais je vous suis fier » Alors, coalition est presque mondiale. Et le sens de l'affrontement, il va dans le camp des vrais musulmans. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ مِكُمْكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّادِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عندهم يقين في أن الله الله وأنه السيد الأوحد وأنه الخالق والمشرع الأوحد. والسلام على كل من استسلم للرحمن وقال إني مؤمن بصدق قالها وكان فعله مطابق لقوله وربما بلغ درجة المحسنين، والله يحب المحسنين حقا يحب المحسنين، فكونوا من هؤلاء يرحمكم أرحم الراحمين.